نرجع مشاهدينا من كافي معكم الحلقة، ومعنا بهالفقرة الأستاذ عصام بسيوني أحد مديري التسويق بإحدى الشركات الكبرى. مساء الخير أستاذ عصام. مساء الخير أستاذ عصام. Happy Thanksgiving لحضرتك. Happy Thanksgiving to you. هل Thanksgiving بالنسبة لكم هو عيد أو دبل شيفت و overtime headache؟ It's a combination of both. يعني حاجة من الاثنين، هو عيد وفي نفس الوقت headache وفي نفس الوقت fun وفي نفس الوقت chance to save some money. طيب استقبلك السنة الماضية يعني تقريبا بنفس الوقت، وحكينا كمان عن البلاك فرايدي، وكنت عم تحكي شوي صغيرة انه بلشت الشركات الكبرى والمحلات الكبرى تفتح ابوابها شوي قبل نهار الجمعة، يعني بلشوا ميد نايت. واليوم هالسنة في كتير محلات فتحوا نهار الخميس. مزبوط. وصباحا في محلات فتحوا من الساعة 9 الصبح يوم Thanksgiving. يوم Thanksgiving احنا اول ما جينا هنا ما كانش فيه الا فرايداي، يبتدوا الصبح فرايداي، بداوا شويه بشويه بشويه. ده ايه ده يعني؟ هي بداوا من السنه اللي فاتت اظن او السنه اللي قبلها، اللي هم بداوا ان هم يفتحوا بدري. يعني يوم Thanksgiving يوم نفسه بيفتحوا بدري وابتدوا، وفي برضه الطوابير اللي هو بلاك فرايداي الناس بتقف بس ما عادش زي الاول. يعني انت لو تفتكر انت السنه اللي فاتت احنا اتكلمنا ان الناس كانت بتقف في طوابير بايوات باليومين بره. يعني السنه دي كل ده اتقل. يعني أكيد مثلا لانه فتحتوا قبل، فتحنا بدري، وبعدين غير كده برضو في ديلز كتير اتعملت على اونلاين فاثرت في الناس ان هم ييجوا المحلات. من في بلاك فرايداي بيسموه وبلاك ماندي ولا سايبر ماندي. سايبر ماندي سايبر ماندي سايبر ماندي بلاك فرايداي سايبر ماندي. سايبر ماندي اللي هو تعملي الاوردرز اونلاين، برضو بيبقى الماندي اللي هو بعد فرايداي، مش كده؟ اه مظبوط. طب خلينا بقى نسالك الاسئله اللي هي الناس كلها عايزه تعرفها، والكلام اللي احنا كخبير في ديبارتمنت ستور كبير ومبيعات فخليني اسالك، يعني هو فعلا في تخفيضات في الوقت ده، ولا هل اسعار بتزيد شويه وبعد كده نروح مخفضينها، ولا هل مثلا اللي ما بيتباعش طول السنه بيحطوه في الفتره دي، والناس اللي هي عايزه تشتري فعلا حاجات معمره او كده تستنى شويه لبعد الكريسماس والهوليداي ويروح على جانوري ونص جانوري اللي بنسمعه ده؟ هو بيبقى افضل وقت طبعا انت تشتري فيه هو في الفتره ديت، لان محلات كتيره بتعتمد على الويك دوت ان هم يطلعوا حاجه جديده عندهم، بيعملوا مبيعات اكتر. فالديلز ار ريل، يعني انت بتشتري حاجه في تخفيضات جامده وتخفيضات حقيقيه، بس المشكله بيبقى فيها ليميت كوانتيتي. يعني مثلا انت عايز تشتري مثلا 2 تلفزيون مثلا ولا 3 تلفزيون ب $200، التلفزيون 50 بوصه مثلا ب $200 ده كان موجود. 50 بوصه تلفزيون مش هتلاقي ده طبعا الا لو رحت ليك واحد قبلها بيوم او ليك واحد بس. عندهم مثلا 60 تلفزيون مثلا في كل محل، غير مثلا 100 تلفزيون في كل محل غير ال 60 اللي هو الناس اللي بتشتري، يعني اللي هي شوبينج العادي. يعني مثلا ريتا ما عملتش الشوبينج بتاعها في ثانكس جيفنج في اليوم ده، يعني نزل بعد الظهر. بيبقى في ديلز بعد كده، اكتر الديلز بقى بتبقى موجوده على اللاين. فلو انت بتحب تشتري حاجات من اونلاين على الانترنت بالذات الالكترونيك، على الانترنت، لان ما بتفرقش من محل او اونلاين، ما مش هتفرق معاكي. تعتقد انه هلا الديلز اللي عم نحكي عنها بتضل مستمره لفتره، يعني ما بعد البلاك فرايداي؟ بعض الاشياء بس احسن ديل بتاخديه عاده اللي هو بيبقى دورن الويك اند دوت. وعلى فكره يعني حتى السنه دي نزلوا ديلز كويسه جدا قبل كمان البلاك فرايداي. يعني محلات كتيره كانت عامله السيل بتاعها وفي المحلات وعلى اللاين، بس الناس ما كانتش تعرف كده. انت حضرتك بتتكلم على ايه؟ نفس البلاك فرايداي كان موجود بدري. نعم بنتكلم على الالكترونكس مثلا، ولا على اللبس، ولا على الكترونيك بالتحديد؟ الكترونيك بالتحديد. وطبعا انت يعني كالكترونكس يعني بالتحديد. واللبس برضه متهيألي كده ريتا، ولا انت متهيألي خبره في جانوري تاع جانوري؟ هلا بعتقد انا يعني الشوبينج بالولايات المتحده هو عن جد من اكثر يعني التجارب المميزه. استاذ عصام سؤالي لك اليوم، عم نلاحظ انه هالاستراتيجي بالتسويق اللي هي البلاك فرايداي مش بس مقسوم يعني محدده بس بالولايات المتحده، ولكن صرنا عم نشوفها ببلدان اخرى لا سيما باوروبا بفرنسا. يعني مثلا وصل لي يعني ايميل انه حتى بفرنسا اماكن الالكترونكس عم محلات الالكترونكس كمان عم بيقولوا انه هلا صار في عنا تخفيض، مع انه ما بيحتفلوا بعيد الشكر. هل هالقد ناجحه هالاستراتيجي هيدي بالبلاك فرايداي؟ معظم الشركات او مثلا الدول بتشوف ايه اللي ناجح في دول ثانيه وبتحاول انها تقلدها على قد ما يقدروا. بلاك فرايداي
بدأ هنا من كم سنة، من الستينات، ومن يومين هو ناجح هنا، وكل سنة المبيعات تزيد، المبيعات بتزيد. فما أنت تشوف حاجة ناجحة doesn't matter where you are، يعني لو عايزة تقلديها فأكيد أكيد بدي. عندك فكرة بلاك فرايدي ليه اسمه بلاك فرايدي؟ حكينا عنه السنه الماضيه استاذ عصام كمان يمكن بيتذكر. بدا اكشلي اي بليف كان بدا في فيلادلفيا، فكان البوليس هم اصلا اللي قالوا على البلاك فرايدي علشان الناس بتبقى في الاماكن في الشوارع كتيره زحمه وحاجات زي كده. فمن كتر الزحمه قالوا ان هو يعني it's just like نعم انه هو كمان يعني بلاك، انه قد ما كانت الحشود كبيره، وهذا بيميز الولايات المتحده بالتحديد، انه المبيعات اللي فيها هو يعني بسموها كونسيومر سوسايتي، يلي بيكون فيها كتير ناس بتصرف مصاري. هو ده بالضبط، يمكن هو ده اقرب للتفسير اللي بحدد الريتيل. كمان استاذ عصام ترند هو بدايه البلاك فرايداي لفتره ثانكس جيفينج. نعم. بدي أسألك القديمة. نعم. بدي أسأل أستاذ عصام أسئلة أخرى محمد، ولكن خلينا نأخذ اتصال من نيويورك. معنا أسامة عم بيتصل فينا. مساء الخير أسامة. مساء الخير، وأنا مترسل لك يا ست ريد على الفستان هذا الحلو. Very Christmasy. Very festive. Yeah, Merry Christmas to you and الأستاذ محمد وللضيف، وعيدوا عليكم إن شاء الله بالسلامة والخير. كل عام وأنتم بخير. وعليش أسامة. أوكي and just keep it up. You guys mean a lot to us here. شكراً شكراً أسامة وشكراً على اتصالك. أسامة عملت شوبينج أو لا؟ أو المدام يمكن هي المسؤولة عن الشوبينج. Of course. عال very good. طيب. There was a lot good deals. The funny part is I've been in the States since 1971. Yes. When I came to the States the first 5-6 years, I don't remember. We couldn't even buy anything on Sunday. They were closed on Sunday. دلوقتي خلاص. دلوقتي طبعا دلوقتي بلاك فرايدي بقى قبله، يمكن هيعملوه على كمان كم سنة يبقى فرايدي اللي قبله يمكن. شكرا شكرا أسامة على اتصالك. قولي أستاذ عصام، السنة دي أحسن ولا السنة اللي فاتت أكتر؟ لا السنة دي أحسن بكتير. السنة دي أحسن بكتير. ده بعين في الستوك ماركت حتى وال يعني إحنا المحلات عندنا وبي بادجت باي برودكت باي 15-20%. السيلز أصلا في اليوم دوت مش البلاك فرايداي أكشلي. البلاك فرايداي ما كانش قد كده، بس أونلاين سيلز كانت أعلى بكتير من السنة اللي فاتت. Like I was saying. هل الأونلاين سيلز أو الديلز هن زيتون مثل بداخل المحلات؟ معظم الديلز like I was saying before، معظم الديلز اللي كانت على البلاك فرايداي it was available online. اللي هو الإلكترونيكس. الإلكترونيكس. Yeah. الإلكترونيكس اللي إحنا بنتكلم عليها اللي هي including مثلاً إيه التليفونات، التلفزيونات، تلفزيون، كمبيوترز، كمبيوتر، memory cards، tablets. الكونسولز تبع الاولاد اللي هلا قبل كريسماس مثلا الاكس بوكس والبي اس ابلاينسز مثلا برضه ممكن ولا برضه الابلاينسز اللي هي الثلاجه بوتاجاز مش بس الحاجات دازنت موف ذات ماتش لايك الكترونكس. يعني عاده البلاك فرايداي والسايبر ماندي معظم الناس اللي بتحب تشتري بتشتري اللي هي التلفزيون تابلتس كمبيوتر، لان ده عاده اللي سعرها بيبقى عاده عالي، فبيجي يعني بيستغلوا اليوم دوت الاسعار بتبقى نازله. يعني كونك انت موجود مثلا في 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 المجال ده يمكن الكترونكس، بس بيبقى عندك فكره عن الملابس، عندك فكره عن الفرنتشر، عندك فكره ان السوق برضو بيبقى انطبق عليه نفس الكلام ده على سوق الشوبينج لللبس مثلا كلوذينج. شيء طبيعي furniture. شيء طبيعي. انت لو بتروح مثلا هتروح المول تبص على المحلات هناك يعني ما همش زحمه فور ناثين، يعني there is a lot of deals going on you know 50 يعني 70 يعني استراتيجي اللي هي طلعوا الحاجات اللي هي ما بتتباعش طول السنه زي ما بنسمع، طلعوها في الوقت ده عشان تتباع او الاسعار بتزيد وبعدين تنزل تقللوها. يعني من ناحيه كلوز ولا من ناحيه حتى عندكم مثلا الكترونكس او كده؟ لا، لان الالكترونكس بالذات ما فيش ما بتقعدش. انت كل 3 اشهر بيطلع لك موديل جديده فلازم تخلص منه. فمفيش حاجه زي كده. خلينا سوا استاذ عصام ومحمد ناخذ اتصال من نيو مكسيكو. معنا المشاهد سامي. مساء الخير لسامي. مساء الخير اليك وتحياتي اليك وللاخ محمد ولضيفكم الكريم. اهلا شكرا سامي. اهلا سامي. الحقيقه هي مش مداخله، هي استكمال
للبدايه الحلوه اللي سمعتها منكم واللي تفضل فيه الاخ محمد. يبدو انه نجي على الحادثه، يبدو ان الشرطه والجهات المعنيه احترمت خيار المواطنين وحقهم بالتظاهر ووفرت لهم المناخ الملائم. هيك فهمت من كلام الاخ محمد، ما يضمن للمتظاهرين التعبير عن ارائهم بحريه تامه. فحقيقة هذا يعني إشي بيطمن وبأكد إنه سياسة الحكومة في هالبلد هي ما زالت ضد العنصرية وضد التفرقة. أكيد. لذلك أكيد. أنا أعتقد إنه ما في خوف على الأقليات وتحديدا إحنا العرب في هالبلد، لأنه إحنا يمكن بنعي أهمية أي حراك إنه يكون سلمي، وإلا مساهمات حقيقة فعالة في هالبلاد في جميع النواحي. عشان هيك بدي أطمنك وبجوز أطمن الكل، يمكن هذا إحساس ان الحادثه اللي صارت قد تكون انها حاله شاذه، وفي هناك يمكن من له مصلحه انه تكبر المشكله يعني من باب التشويه لا اكثر ولا اقل. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا سامي. البرنامج وتحياتي لكل القائمين عليه. شكرا يا سامي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا كنت في وسط الاحداث وتعمدت ان انا، لان انا كنت واقف حوالي ساعتين ونص او ثلاث ساعات بالسياره، فسالت ناس من البوليس وسالت ناس من الناس اللي كانت ماشيه، يعني انتوا لما عملتوا المظاهره دي كان عندكم بيرميت؟ عندكم تصريح؟ كلهم قالوا طبعا كان في تصريح، واخدين تصريح واخدين موافقات قبل المظاهرات دي، يعني العمليه منظمه ومرتبه يعني. فهو ده اللي احنا يا ريت نوصل لحاجه زي كده، ان احنا مش نلم بعض ونمشي على طول ونطلع، لا، في نظام معين في اطار معين ملتزمين بقواعد وقوانين محدده. دي عشان كده زي ما ريتا قالت يمكن دي ارست او قبضوا على 200 واحد، لان هم دول اللي خلفوا قبضوا عليهم خلاص. نعم. والباقي مشي في بيس والسلام. خلينا نرجع تاني للاستاذ عصام، بدنا نرجع يعني ده موضوع مهم على اتصالات يعني. وعلى المداخله. بدي اسال الاستاذ عصام، عم نشهد يعني بحقل الالكترونيات في نظام الليس، يعني الواحد فيه يقسط اور تو ليس تليفون اور ابلاينس، اشرح لنا شوي صغيره عن منافع الليس فيرسز شراء يعني السلعه بسعرها الكامل. هو الليس عاده بيبقى في التليفونات عامه، نوت سو ماتش دي ابلاينس. هو الليس اختراع امريكي يعني، هو لسه بادئينه اصلا يعني السيارات و... هو لسه بادئينه اصلا في موضوع التليفونات وكده. هو الليس كويس لو انت في كان افورد فون، يعني مثلا فلنفرض التليفون مثلا بيتباع مثلا $800، لازم تدفعي $800 الاول، او مثلا لو هتعمل ابجريد مثلا بال 2 years contract بتدفع مثلا $200 أو $300 للتليفون. بس بيتشارجوكي كل شهر يعني فلوس كتير على على السيرفيس على نفسه، على البلان، على بس البلان صحيح. yeah. بس if you do the lease and you own a phone that's that will be a much better deal because you're not paying the full service, you're only paying like $15 versus $40. طيب ما في financing، ما في interest، مش بنهاية الدفع، ما في interest. الدفع. No. ما في interest. ما like interest. You can lease the phone، تدفع على أقساط يعني which is the yeah, التليفون ب $800 بيقسطهولك على على مثلا سنتين أو مثلا بدون ما يكون عندك بلان من contract. There's no plan. بس لو فلنفرض أنت مش عايزة تفضلي معهم بعد كده you have to pay the price of the phone. لازم بس في نقطة ريتا، أنا أعتقد يعني إنه ان انت تليفون، انت عارفه التليفون بيطلع كل سنه بيطلع موديل جديد. فانت لو انت عندك الليز ده بيتهيالي عندهم اي ثينك ان في حاجه ان انت ممكن تجيبوا التليفون بعد سنه وتاخدي الجديد. مظبوط. وتفضلي تدفع تقعد تدفع في الليز. تفضلي تدفع على طول. نعم. يعني انت بس بهيدي الحاله استاذ عصام، هل التليفون بيكون صالح للاستخدام خارج الولايات المتحده او بس فيك تستخدمه جوا؟ مش كلهم. بس عاده الشركات كتير لو انت فضلت معاهم يعني خلصت المده بتاعتهم دي انلوك ذا فون فيو على اساس انك تقدر تستعمليه برا يعني. صحيح برا امريكا صحيح. يعني بالفعل هيدي يعني المعلومه اللي اعطيتنا اياها هي كتير معلومه مهمه لك جميع المشاهدين. لانه عالم التليفونات وتجاره التليفون هي شغله كتير مزبوط. مهمه، وكل العالم بيبحثوا انه على طول يكون عندهم التليفون الاخر موضه الى ما هنالك. هل في عندكم دراسه معينه بتبين ديموغرافيه الاشخاص اللي عم بيجوا لعندكم تيشتروا تليفونات او سلع الكترونيه؟ هل هن من اليونجر جنريشن او اكبر؟ كان عندكم دراسه معينه او ملاحظه خاصه؟ هو موجوده طبعا دراسه، يعني احنا عندنا بنعلم السيلز بيبل ان في مثلا ايج معين بيصرف شيء معين.
بيستنى السوق المحلي بتاعك، عارفين مثلا المنطقه ديت الدخل فيها مثلا كام، فعارفه برضك اللي داخل لك هيصرف كام، عارفين اذا واحده داخله تشتري فيرسز واحد داخل يشتري، الواحده عاده بتصرف اكتر من واحد. الست بتصرف اكثر من الرجال. الست بتصرف اكثر طبعا، اكيد كريدت كارد بتصرفين كلهم، تاخد الكريدت كارد وبتصرف اكيد. صحيح. بس انا عايز اقول لك حاجه، دلوقتي المحلات اللي هي مثلا، انا عارف انت، احنا مش هنقول اسم المحل لا عشان ما باش يعني، بس انا مرات هتقول لك انا اللي بصرف اكتر مش انا. يعني هل مثلا يعني المحلات الكبيره اللي هي ديبارتمنت ستورز والاسماء المعروفه، يعني لما بينزل مثلا ديل معين في منطقه في نيويورك مثلا، هل يختلف عن اللي في واشنطن؟ هل يختلف عن منطقه للمنطقه مثلا من نيويورك لنيوجيرسي، ولا بيبقى نيشن وايد؟ اوقات sometimes it is a little bit different. شو السبب؟ الديموغرافيك. الديموغرافيك والاريا. يعني انت انت لو تلاحظي حتى يعني give it a try. اطلع على ويب سايت وقول مثلا عايز اشتري حاجه مثلا من محل مثلا فلنفرض، ممكن اقول اسمه مثلا الهوم ديبو مثلا فلنفرض. عايز تشتري من هتاخد الحته الحاجه اللي انت اشتريتها ديت مثلا من منطقه اقل دخل او عايز تشتريها من مكان تاني، هتلاقي السعر مختلف. سعر شوف اونلاين. بس علشان بشتريها من محل جيبها من محل تاني غير مثلا، يعني اذا كانت المنطقه اقل دخل من الواحد بتلاقي طبعا. يعني هيدي معلومه كثير مهمه استاذ عصام لجميع المشاهدين اللي عن جد بده يوفر وياخذ، لازم يروح محمد الى منطقه، لازم يروح الى منطقه اقل دخل يمكن كرمال ياخذ الاسعار الاكثر تخفيضا. مظبوط. مش في كل السلع طبعا، السلع بس يعني. لا مش في كل السلع، بس في حاجات معينه بتيجي بص لها مثلا ارخص في منطقه عن محل تاني. نعم. بدي اخذ اتصال جنتلمان لو سمحتوا، من ياسين عم بيتصل فينا من كونيركت. مساء الخير ياسين. نعم مساء الخير. مساء النور. اهلا بيكم. انا بس ليا ملحوظه على الاخ مجدي اللي اتصل اللي قال لكم عايز عروسه، والاستاذ محمد قال ان هو هنفكر نعمل ايه وبتاع. انا بقول لك ممكن تعمل عمليه بسيطه جدا. أيوة. ممكن تعمله للجاليه من الشباب، سن الشباب، ممكن تاجروا صاله في هوتيل او صاله في مطعم او صاله في نادي من الانديه اللي تبقى موجوده، والاسبوع والعدد اللي يدخل يجي بيدفع اشتراك، ومن الاشتراك تدفع اجر الصاله. صحيح. على فكره الفكره اللي حضرتك بتقول عليها دي انا بشوفها فعلا. انا الفكره اللي حضرتك بتقولها دي انا بشوف فعلا الكوميونتي اليهوديه بيعملوها، وبيعملوها بصفه مستمره، في فعلا بياخدوا مكان في فندق وبيبقى في غايه الاحترام. وبالظبط انا يعني فكره ممتازه دي. انا بقول لحضرتك هي بس عايزه ايه، هقول لسيادتك حاجه. اتفضل. في منتهى البساطه وبدون تكلفه، التكلفه بتاعتها من التذكره اللي هو العضو بيخش بيها. واحد عايز يدخل بيدفع التذكره $5 $10 $20 وبيدخل. طيب. وتعملوها تقسموها ازاي بقى؟ تقسموها ازاي؟ يعني ممكن تعملوا يوم للشباب من سن 20 لغاية 30، ويوم من سن 30 لغاية 40، ويوم ما بعد 40 بقى، أو يوم للمطلقين أو الأرامل حاجة زي كده. تعمل وهم ياسين انت عم بتنبش على حدا؟ نعم والله فكرة ممتازة. انت عم بتنبش على حدا؟ بتدور على حد؟ انت بتدور لا انا ما بفتش، بس لان انا اشتركت في العمليات ديت، وانا معروف على مستوى العرب اللي موجودين هنا كلهم، وانا كنت بعمل في الامم المتحده، كنا عاملين فرق كوره، وكان في مشروع ان احنا نعمل، وعملنا انديه، عملت انديه هنا كتيره. احنا عايزين نعمل نادي اجتماعي يضم كل العرب، لكن للاسف ما لقناش فلوس. العرب قالوا هندفع وبعدين ما دفعوش، فما قدرناش ناخد ارض عشان نبني فيها نادي اجتماعي او ونادي رياضي. شكرا استاذ ياسين على اتصالك. جميلة والله. شو محمد يعني يوم من 20 مثلا ل 30، وبعدين من 30 ل 40، ومن 40 ل 50،
و50 اب بقى يبقى تولاهم ربنا طبعا يعني كلهم مع بعضهم بقى من 20 ل 50 كده عشان اللي عايز عروسه صغيره يلاقي شفت. هلا استاذ عصام انا كنت بدي اسالك عن نصيحه ممكن تعطيها للمشاهدين كرمال التسوق، بس انت عم تعطي نصيحه كرمال تسوق الزيجات يعني. ايوه بس انا عايز اسالك على سؤال حاجه فعلا. هلا إيه بس بدي اتاكد مدامتك برا شيء مدامتك عم تحضر هلا موضوع حرج هلا الفقره الثانيه رح نستقبل المدام خليها تعطي رايها بهالموضوع. قولي تنصح ايه الناس بتشتري ايه اكتر يعني؟ هل مثلا بيشتروا في الفتره دي كمبيوترز، بيشتروا تليفونات، بيشتروا ايه اكتر منتج او الافضل ان احنا نشتري في الفتره دي يعيش؟ ولا لان انا مش عايز اشتري حاجه النهارده وبعد شهر بص لا طلع الجديد ودي خلاص. بص الالكترونيات كل 3 اشهر كل 6 اشهر في موديل جديد بينزل. حاليا التلفزيونات هي اللي بتتشهر بسرعه واخد بالك، والتابلتس التابلتس السوق بتاع التابلت دلوقتي والتلفزيونات اللي ماشي كتير الفور كي والاتش دي وكده هو ده اللي مظبوط. يعني مثلا السنه اللي فاتت ما كانش في حاجه اسمها سمارت تي في واخد بالك، دلوقتي السمارت تي في هو اللي كاسح السوق دلوقتي. في تلفزيونات اللي هي المسوقه ما اعرفش كنت شفتوها ولا لا. طيب انا عايز اخد يعني مش عارف اذا كان ممكن، انا عارف انت الديبارتمنت ستور كبير وكده، ان انت لو مشاهدي الجسر نقدر نعمل لهم اي نوع من انواع الديسكاونت خاص من الاستاذ عصام بسيوني. نتكلم عليها بعدين بقى محمد. يبقى انا بقول للساده المشاهدين على الفيس على الفيسبوك على الصفحه بتاعتنا في فيسبوك راسلونا وهنقول لكم هتعملوا ايه من خلال محلات الاستاذ عصام اللي بيشتغل فيها، واكيد هيبقى لكم يعني معامله خاصه. استاذ عصام بسيوني شكرا على وجودك معنا وعلى المعلومات اللي اعطيتنا اياها. نحن مشاهدينا بننتقل فاصل اعلاني وبنرجع بنكفي مع المحاميه الاخصائيه بقانون الهجره آن زيتون صدقي، ورح تحكينا عن القانون اللي اقره الرئيس الامريكي باراك اوباما مؤخرا واللي بمس الكثير من المهاجرين ولا سيما العرب منهم واللي ناطرين اوراقهم بطريقه من الطرق. لحظات مع الاعلان وبنرجع بنكفي. تروح في حته خلي بالك استنى دلوقتي نخلص واحد دلوقتي حلوية نظري يا كاتي رايتنا حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا حلوة يا أحلى نغم في حياتنا حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا حلوة يا أحلى نغم في حياتنا يا نغم ساري بين المحيطين بين مراكش والبحرين نفس الغنى